اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اسرار شرق اوسطية. نشرت افيا برو الوكالة الاقرب للمخابرات الروسية فيديو بخصوص تحييد كل منظومات الاس 300 السلوفاكية القادمة او المسلمة من سلوفاكيا للجيش الاوكراني انطلاقا من نقطتين في ميكولايف هناك بوغدانوفسكا من جهة وايضا شيغيف في خاركيف. إذن المنطقتان اللتان تحتضنان الاس 300 عزلا بشكل كامل، كل المنظومات عزلت بشكل واسع وكامل للاس 300 بواسطة الكاليبر من جهة والكاليبر المنطلق من البحر الأسود على وجه التحديد. وهنا لابد أن نؤكد أن الكاليبروف 22800 هذا المشروع 22800 لكاراكورت. لماذا كاراكورت على وجه التحديد؟ هذا هو اصطلاح الكروز القصير، يعني الذي يمكن استخدامه لمثل هذه المهمات، يعني أن المستجد الأساسي في كل هذه العملية استخدام كاليبر القصير المدى في هذه العملية وكان ناجحا. لذلك فالكاليبر المستخدم من كاراكورت من هذا المشروع 22800 وصل إلى نتيجة استثنائية على حد زعم على الأقل الروس من جهة، وتأكيد أن الاس 300 عزلت من طرف الجيش الأوكراني. إذن لا مجال اليوم للحديث عن الاس 300 وتشريع اليوم بعد العملية الخاصة في أوكرانيا. أصبح كل ما يتعلق بسلاح متطور قادم من خارج أوكرانيا يتم تحييده بشكل واضح. لذلك فتعتبر على الأقل في نظر الروس أن هذه الأهداف أهداف مشروعة، وهكذا يمكن عزل أي سلاح متطور عن الجيش الأوكراني انطلاقا من القصف. هذه الطريقة كما في إسرائيل مع إيران الأهداف الإيرانية في سوريا، هكذا يأخذ اليوم الروس نفس التكتيك، أي سلاح قادم ربما متطور أو في طريق التطور كل هذا يمكن قصفه. هكذا شرعت للروس مثل هذه النقطة على وجه التحديد. إذن كل الأهداف تعد مشروعة، يعني كل أهداف السلاح الموجه نحو أوكرانيا يعد ليس في نطاق الحرب أو من خارج الحرب، إنما تعد دائما على أساس أنها أهداف مشروعة. إذن هذه هي النقطة الأساسية الأولى، أن روسيا سمحت لنفسها بعد هذه العملية التي وصلت فيها إلى كييف ثم انسحبت من كييف لترسيخ هذه العقيدة ضرب أي سلاح تراه أنه يهدد أمنها. النقطة الأخرى والمهمة للغاية أن لدينا كاراكورت، إذن كاليبر بالحجم الصغير الذي يمكن أن يصل إلى أهدافه ويعزل الاس 300. وهذا تطور، لأن المؤكد هو أن الاس 300 على العموم بإخراجها من الخدمة تتطلب جهدا أكبر، خصوصا أن روسيا اليوم تضرب في صواريخها، يعني صواريخها التي صنعتها أو التي صنعت على نموذج سوفيتي سابق مطور من طرف الروس هي التي تقصف الآن. إذن هناك سلاح روسي ضد سلاح روسي، إذن هذا السلاح الروسي يجب أن يكون الأكثر تطورا من الآخر. ومثل هذه التجربة كان المعول عليها أن تصل وأن تنجح في حدود 2026. اليوم في 2022 تستخدم هذه التقنيات وبشكل سلس للغاية. وهنا يطرح سؤال، هل الدول تكشف فعلا أسرارها؟
إن مجرد القول أن مثل هذا المشروع لن يكون إلا بعد 3 سنوات أو 4، نجد أن هذه الدول صنعته لصالحها، وهي لا تسمح فقط لتصديره، ولكن على العموم بالنسبة لصناعتها فتكون قد تقدمت بهذا الخصوص، وربما قد صنعت كما في هذه الحالة للمشروع 22800، والمعول عليه أن يكون بهذه القدرات التي تستخدم اليوم في 2026، لكنها على الأرض الآن وبشكل ناجح، خصوصا بالنسبة للآس 300. أهم خلاصة في كل ما يجري أن الآس 300 عزل بشكل كامل، يعني يمكن عزله الآن أمريكيا ويمكن عزله روسيا، انطلاقا من تقنية روسية أو غربية. الغربية ولا الروسية لا تستطيع التعاطي مع الـ 350 في، أو أيضا بالنسبة للآس 400. أما بالنسبة للآس 300 فهذا أمر تجوز الآن، ويمكن التأكيد أن روسيا نجحت في قصف ما تنتجه من الآس 300 بدون أدنى صعوبة أو تعقيد، وهذا الذي يجب الأخذ به، لأن هناك اعتبارات كثيرة بالنسبة لمثل هذه العملية. أولا، هناك يوماشيف، وهذه للإبرسونيك أو الفرد الصوتي، وأيضا لدينا سبيريدروف، وأيضا هذه موجهة للإبرسونيك أو الفرد الصوتي، وما دونهما لدينا ما يتعلق بالكاليبر وما يتعلق بالكاراكورت أو هذا القصير، كاليبر القصير المدى، وفي الحالتين معا سنجد أن هناك أداء متقدم للغاية بخصوص الوصول إلى الأهداف. إذن الأهداف هنا أهداف دقيقة للغاية، ومهم جدا أن تصل مثل هذه الكاليبر الكاراكورت إلى ضرب الآس 300 وعزلها في نقطتين وفي زمن واحد، يعني في زمن واحد وفي عملية واحدة عزلت كل الآس 300 القادمة من سلوفاكيا دفعة واحدة. وهذا ما يفيد أن العمليات الخاصة اليوم هي عمليات تقنية بالأساس، وأن ما جرى على الأقل في النقطتين انطلاقا من البحر الأسود جزم بالقوة الصاروخية لروسيا في مواجهة أسلحة دفاع جوي متقدم، يعني أن الكاراكورت الآن بالكاليبر استطاع التعامل مع تحدي الآس 300 بشكل واضح وبشكل ناجح. أيضا لقد انتقلت هذه الصواريخ أساسا إلى أوكرانيا من سلوفاكيا، وهنا يطرح سؤال: كيف توصل أولا الأوكرانيون وكيف تمكنوا من نقل الآس 300 مباشرة إلى خاركيف ومن ثم إلى ميكولايف؟ واقع الحالي أن المدينتين تعرفان حربا ضروسا ومعارك متواصلة، لذلك فخاركيف وميكولايف كلا المدينتين تسعيان إلى إبعاد سلاح الطيران ومن ثم أيضا قصف الصواريخ وتحييدها، بمعنى أن أسلحة الدفاع هذه خصوصا الآس 300V تسعى إلى قصف كل ما يمكن أن يعتبر مستهدفا لها أو لغيرها من الأهداف. لذلك فهذه المنظومة الآن هي معزولة بفعل الكاليبر، وهنا نطرح سؤال: لماذا كاراكورت على وجه التحديد وليس الكاليبر؟ هنا يتأكد أن آخر تقنية تستخدمها الآن الروسية تستخدمها في الكاراكورت في الكاليبر القصير المدى والشديد الفعالية، خصوصا ضد أسلحة ثقيلة ومتطورة، وأهم من كل ذلك ضد بنية تنظيمية وتقنية
هذا هو الشيء الذي يمكن اليوم اعتباره أنه بمثابة استثناء في هذه العملية، لأن كما قلنا نزل سقف العملية من 2026 إلى 2022، وأهم من كل ذلك أن المفاجأة التي صنعها الروس في التعاطي مع الاس 300 أن قضية الباتريوت شيء منتهي، يعني التعاطي مع الباتريوت أصبح شبه متجاوز لسبب بسيط، لأن إمكانية التعاطي مع الاس 300 كان عاليا للغاية، ولذلك فالمنطقتان اللتان عمل فيهما الاس 300 دمرت كل المنصات عن آخرها في نيكولايف، وأيضا بنسبة أكثر من 90% في خاركيف، في شيغاف قريبا من خاركيف أو تتبع إلى خاركيف. إذن العملية اليوم قد يطلق عليها اللفظ الكودي شيغاف، وشيغاف هذه العملية التي نجح فيها الكاليبر كاراكورت القصير المدى من الوصول إلى أهدافه وبدقة عالية تعزل الاس 300، فهذا هو التطور الاستثنائي الذي يمكن الجزم به الآن كخلاصة رئيسة، بالإضافة إلى إشارات يمكن اليوم الجزم بها انطلاقا من أن كاراكورت يستخدم تقنية عالية ومضللة للرادارات بشكل غير موصوف، يعني أن الكاراكورت لم يصل إلى نفس النموذج الذي يريده بوتين، لأن مثل الذي طلبه بوتين يمكن أن يكون في 2026، لكن اختار الجيش الروسي أن يطور على قدر التقنيات الحالية الموجودة مثل هذا الصاروخ كي يدخل الخدمة، فأدخل الخدمة في 2020 على وجه التحديد، لكن يعني غير مطور، يعني النسخة الأولى هي التي استخدمت، والمطور أيضا استخدمت، وعلم الجميع كيف يمكن أن يكون المطور وغير المطور لكاراكورت. إذن هذا هو المهم للغاية، ويكتشف المراقب أن أمر كاراكورت أو هذا الكاليبر القصير المدى سيكون له على الأقل مناورة، يعني أن حجم المناورة الذي يتخذها كبير للغاية، ومهم أن المناورة إحدى الأسس التي يعتمد عليها الآن مثل هذا الطيران، أو على الأقل إعادة الوضع التقني إلى المخططات التي كانت في 2026 وعندما نرى أن الكاليبر مثلا اليوم والقصير المدى وبهذه الدقة إلى درجة أنه عزل الاس 300، فهذا انتصار للكاليبر من جهة، وانتصار لهذه التقنية التي رأى الغرب أن يدعمها بشكل مكثف من أجل الوصول إلى خلق توازن ضروريا لخارطة العالم، انطلاقا من اليمين الأوكراني. اليمين الأوكراني الآن يجب أن يأخذ دوره على الأقل السياسي، ولا يجب بأي حال أن يتحالف مع روسيا، وإنما من داخل الأحزاب ومن داخل الديمقراطية على الأقل ينشدها الغربيون وخصوصا الأمريكيون منهم في هذه المرحلة على وجه التحديد. ولا بد هنا من إشارة رئيسة تقنيا على الأقل وفنيا، فإن كاليبر هذا الكاليبر يسمى كوديا هكذا كاليبر NK، إذن هو القصير المدى أو العامل على أن يصيب مثل هذه الأهداف. لكن لدينا شيء آخر، أونكس، فالعمليتان معا تنطلقان من نفس الكاليبروف بالأونكس وأيضا بالإنكي من الكاليبر، وهذا هو التطور الاستثنائي الذي جعل من أهداف الآس 300 أهداف قريبة جدا من التحقق، وفعلا تحقق للروس ما أرادوا وبطريقة معلنة،
نتحدث عن حرب حقيقية الآن تجرب الأسلحة الروسية على أساس واضح، على أساس ليس تمرينا عاديا إنما في حرب. والآن جميع الاستنتاجات ستكون أكثر واقعية للجميع. هل هناك فعلا تقنيات متطورة أم أن ما يجري الآن وهذا هو المسموح به قانونا؟ فإن مثل هذا التموضع على أقل تقدير قد يعطي تقييما مؤتلفا أو مختلفا، لأن الكاليبر هذا الانكي أو القصير المدى أو المؤكد على أنه أحد الخصوصيات بالنسبة لهذا الصاروخ أنه يمكن التعاطي معه لحماية منطقة معينة إلى آخر. أما الآن فهو في إطار هجومي وانطلاقا من فرقاطة كما كان الحال عليه قبلا مع مدمرة. إذا نحن نتحدث عن مدمرة، عن فرقاطة. لذلك فالكاليبر الحالي الانكي أصبح عنوانا مركزيا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وأيضا لروسيا التي تراقب الوضع عن كثب في أداء هذا الصاروخ على وجه التحديد، وهو ما يوازي الصواريخ الأخرى الأمريكية التي رآها الجميع. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.